ومن الرياض ينضم إلينا مراسل فرانس 24 سعيد الجابر. سعيد صباح الخير وأهلا بك. إذا موسم الحج الذي كان استثنائيا هذا العام في المملكة العربية السعودية وسط إجراءات صارمة وأعداد قليلة جدا بالمقارنة مع الأعوام السابقة، بحسب السلطات السعودية هل لاقت الإجراءات لهذا العام نتائجها لجهة تجنب انتشار فيروس كورونا وإصابة الحجاج؟ نعم مرحبا. هذا صحيح. في هذا العام وضمن هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به جميع دول العالم وتحديدا ما يحدث الآن في مكة المكرمة حيث يجتمع حجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسك الحج، ثبت كما وصلنا من تقارير أنه لم تثبت حتى الآن أي إصابة بحالة كورونا من ضمن الحجاج الذين يقومون بأداء مناسكهم، وعددهم يقارب 10,000 حاج حتى اليوم يوم العيد عيد الأضحى المبارك. توجه الحجاج هذا اليوم الذي يصادف أول أيام عيد الأضحى إلى مشعر ميناء لرمي جمرة العقبة الكبرى بعد نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة. وزارة الحج السعودية قدمت للحجاج حصوات لرمي الجمرات بعد تعقيمها وتغليفها من قبل شركات متخصصة. أيضا هناك بروتوكولات إضافية صحية قدمتها الحكومة السعودية والسلطات الصحية الخاصة بموسم الحج هذا العام، بكثير من البروتوكولات التي تقدمها السعودية من ضمن تسويج الحجاج لمنشآت الجمرات. أيضا هناك أيضا أكثر من مجموعة من الحجاج تقوم برمي الجمرات في الوقت نفسه في كل دور من أدوار منشأة الجمرات، بما يضمن مسافة متر ونصف إلى مترين على الأقل بين كل شخص والآخر أثناء تأدية الشعيرة. أيضا ضمن البروتوكولات الصحية توفير كمامات ومواد تعقيم كافية لجميع الحجاج والعاملين على مسار رحلة رمي الجمرات. فيما يتعلق بمنشأة الجمرات، هذه الأيام الثلاثة التي تشهد إقبالا كبيرا من الحجاج وفقا لصفة الحج في الشريعة الإسلامية، يتم تشغيل طابقين فقط، منها هي الطابق الأرضي والطابق الثالث لتفويج الحجاج لرمي الجمرات خلال أيام التشريق الثلاثة. وقد تم تجهيز الطابقين بكافة الخدمات والإمكانات اللازمة، كما توفر الحكومة السعودية عربات الجولف لنقل الحجاج من مساكنهم إلى منشأة الجمرات تحديدا، وكذلك وضع مساقات لتطبيق التباعد عند رمي الجمرات واعتماد مسارات محددة للحجاج بهدف تقليل كثافة الحركة أثناء رمي الجمرات التي يقوم بها الحجاج في هذه الفترة. إذن هذا ظرف استثنائي، لكن هناك إشراف مباشر من قبل الحكومة السعودية وتحديدا العاهل السعودي وخادم الحرمين الشريفين الذي خرج من المستشفى ليلة البارحة ومشرف تماما ووجهه على ما يقوم به الحكومة السعودية من تنظيمات. أيضا هناك لجنة الحج العليا التي تقوم بدورها كل عام في الإشراف على تيسير هذه الشعيرة على المسلمين. نعم، شكرا جزيلا لك مراسل فرانس 24 من الرياض سعيد الجابر.